أذهب إلى أستاذ أبو بكر بذيب، ما استوقفك في هذا اللقاء وهذه التصريحات؟ صدقا هناك تفاؤل حذر، هناك مقاربات، وهناك يعني اسمحي لي أن أقول أيضا كثير من الملفات الشائكة التي لابد من يعني الحديث عن دورية اجتماع الأمناء العامون للفصائل، هو إدراك لأهمية حلحلة الملفات العالقة، خصوصا بالإشارة إلى عدد كبير من الاتفاقات التي تم من 2005 إلى اليوم، ومعظمها بحسب تصريح رئيس المكتب السياسي لحماس تم في القاهرة. وبالتالي هذه الاتفاقات لابد من بلورتها وخلق مقاربات كثيرة فيها وتفسير لماذا لم يتم تنفيذها خلال السنوات هذه كلها. ودورية اجتماعات الأمناء العموم يمكن أن تجعل حالة من الحلحلة حتى تخرج السلطة الفلسطينية وهو ذكر أن هناك خطة تشمل أيضا طبعا بعدين، الأول دولي والثاني فلسطيني. فيما يتعلق بالدولي، يعني هذا أيضا تصريح مهم، كيف تقرأه؟ والله الدولي اليوم هو مركز أكثر على الحراك السياسي الموجود داخل إسرائيل اليوم، هم يراقبون كثيرا حالة يعني المشهد السياسي داخل إسرائيل، ما يتعلق بالمشاكل الداخلية، ما يتعلق بالديمقراطية، ما يتعلق بانعكاساتها على أمن المنطقة، ما يتعلق على أولويات ترتيب هذه المصادر باعتبارها مصادر تهديد لمنطقة الشرق الأوسط وأيضا للمنطقة على المستوى الدولي بشكل عام. ولكن وعلى المستوى الفلسطيني هم يدركوا أنه إن هذه الأزمة الطويلة، هذه الأزمة المعقدة، هذه الأزمة المركبة إذا صح التعبير، لا يمكن حلها إلا بمشروع حل الدولتين، ومشروع حل الدولتين لا يمكن حله إلا يعني إيجاد تسوية ومقاربة بين الفصائل الفلسطينية حتى تستطيع أن تخلق مقاربة ووجهة نظر واحدة، تستطيع الجلوس على طاولة التفاوض في حال كانت الدولة الإسرائيلية قادرة على أنها أيضا تلملم أوراقها. الأزمة مركبة، الأزمة معقدة، اليوم كثير من الخلافات البينية داخل كل فصيل وداخل كل قطاع وداخل كل جهة. وهو تحدث عن أهمية الذهاب إلى خطوات جدية.